هنا سؤال آخر إخواني في الله، فيما يتعلق أيضا بالبنوك الإسلامية الواقعية في الأردن، وهي أن هذا الشخص يريد أن يشتري سيارة عن طريق البنك بقيمة مثلا 18,000 دينار، فيقولون له ما دفعتك؟ فيقول 2000 دينار، فيقولون هناك مرابحة 23% على 5 سنوات، أي ما يقارب 2000 دينار، وبالتالي هذا البنك لا يبيع ولا يشتري، وإنما صلته مع الشخص الأصل، فأنت تذهب إلى ذاك الشخص وتتفق معه على السعر وتفاوضه، والبنك يمول فقط، وحتى يضمن البنك عدم حصول أي تلاعب فيضمن كفالات ويلحقك بالتأمين الشامل. التأمين الشامل أصلا لا يجوز، لأن التأمين نوع من أنواع القمار، وهذا قد يأتي تفصيله في مكان آخر ليس الآن، ولكن حتى هو يضمن أيضا أن لا يذهب أي شيء عليه، وبالتالي هذا البنك لم يبع ولم يشتري. وأضف إلى أنه يقول لك في بعض البنوك أنا لا أتنازل لك حتى تسدد المبلغ كاملا، وإذا لم تسدد فأبيع السيارة في أي وقت وأعطيك الذي دفعت، وربما يكون الذي دفعت لا يفي بالغرض لأنه يبيع السيارة بأقل الأسعار، مثلا السيارة هذه 18,000 دينار، بعد سنتين ثلاث أنت دفعت 5,000 6,000، تأخرت، أعطاك مهلة، زاد عليك صار 20، وربما لا يزيد عليك، بعض البنوك الإسلامية لا تزيد، فيعطيك مهلة لم تسد يبيعها، أنت دافع 6 والمطلوب منك 20 أو 18، بيعت السيارة بكم؟ ب10، وأنت دافع 6 و10، معناته لسه ضايل عليك 2000، فال6,000 التي دفعتها لم تحصل شيئا منها، بل والسيارة ذهبت من عندك وبقي عليك 2000، إذا لم تسد هذين 2000 فأنت معرض للسجن. بالتالي هذه صورة مرت علينا كثيرة ونعرف حالها، لذا لا نسأل عن تفاصيلها لأنها مرت علينا سابقا، وهذا حرام لا يجوز، وهو نوع من أنواع الربا، ونحن نقول من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. فالمؤسسات التي تريد أن تحل لقمتها لابد أن يكون عندها معارض سيارات، معارض إسكانات، أما هكذا مال بمال وزيادات وضمانات وتأمينات شامل وعدم تنازل أو تنازل مع الرهن، كل هذه صور فقط مال بمال لا يبيع ولا يشتري. نسأل الله يحفظنا وإياكم ويعافينا وإياكم من الربا، وجزاكم الله خيرا.